انعقد اليوم 19 يونيو 2019 المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم القنيطرة، وتم تدارس الإنجازات ديال 2018 والحسابات ديال 2018، حيث أنه الإنجازات تقريبا ديال 2018 بلغت 248 مليون درهم بنسبة إنجاز كبيرة تقارب 70%، ومنها حصة الأسد لقطاع التطهير السائل اللي بلغت تقريبا ما يقارب 150 مليون درهم. الانجازات الكبيره اللي دارت في هذا 2018 دارت حسب المخططات المديريه ديال الكهرباء وديال الماء وديال التطهير السائل. بالنسبه للكهرباء دارت لي زيكستونسيون ديال لي بوست، داروا توسيع الشبكه، تبديل الشبكات المتقدمه، شبكه يعني نظام التحكم عن بعد تم التوسعه ديالو ايضا. وبالنسبه للماء صيانه لي ريزرفوار، لي زيكستونسيون ديال لي كوندويت، لا ديكسيون، يعني الاغلب الانجازات في الكهرباء والماء هي اللي ضمان او تامين يعني لي غوسورس للكهرباء والماء، وفي نفس الوقت تقويه الشبكه الداخليه باش لا ديستريبيسيون تكون عند لي كليون في واحد المستوى ديال الجوده ممتاز. بالنسبه للتطهير السائل كاين مواصله انجاز المحطه ديال المعالجه اللي هي اكبر استثمار واكبر مشروع انجزته الوكاله في التاريخ ديالها، تقريبا بقيمه اجماليه ما بين القناه الاعتراضيه ومحطات الضخ ومحطات المعالجه تقريبا واحد 600 مليون درهم. نسبه الانجاز فيه لحد الان 81%، وان شاء الله في نهايه 2019 غتباشر العمل ديالها ان شاء الله باش مشكل التلوث ديال السبو ينقص بواحد النسبه ديال كذا 80% تقريبا 80%. كاين ايضا انجاز شبكه التطهير بمولي بوسلهام، وب يعني هذه الصراحه تقال من اللي بدات ولكن في ديما بقى في طور الدراسه. مولي بوسلهام والمهديه بدينا حتى هي في طور الانجاز. بالنسبه لي سيستم دانفورماسيون او نظم المعلوميات، حاولنا ان شاء الله اننا موديرنيزيو لي سيستم دانفورماسيون، توجهنا فير لا ديجيتاليزاسيون، لا كومونيكاسيون، لا كاليتي اي لا سيكوريتي اي لانفيرونمون دو ترافاي. هناك ايضا بالنسبه للمجالات ديال يعني استقبال الزبناء، كاين واحد الطفره نوعيه في يعني مركزنا يعني الاستقبال ديال الزبناء ولو تريتمون دي ريكلاماسيون او نيفو دون سول سيلول هي غولاسيون كليونتيل. عندنا واحد ان مسيو دابا ان مسيو غولاسيون كليونتيل اللي كي سونتراليزي عنده جميع الشكايات في جميع مناطق ونفوذ تدخل الوكاله وفي جميع لي زاجونس كوميرسيال. صراحه تقال السيد العامل والساده اعضاء مجلس الاداري نوهوا بزاف بالمجهودات ديال الوكاله اللي كنقول لكم ماشي اللي كنقول المجلس الاداري صراحه تقال تعتبر من يعني الوكالات الرائده على الصعيد الوطني، وبالتالي ان شاء الله راه بدينا واحد العمليه بانها باش نمروا للمراقبه المواكبه بدل المراقبه القبليه، يعني لان نسوم عندنا دي بيرفورمانس وغنكونوا ان شاء الله افيك ان كونتر بروغرام مع الدوله بحيث تولي عندنا ان شاء الله باذن الله في العام المقبل المراقبه المواكبه. دونك كنقول لكم السيد العامل والاعضاء المجلس الاداري نوهوا بالمجهودات ديال الوكاله وبالاطر ديالها. الصراحه تقال الوكاله شكون هي؟ راه هي الموارد البشريه ديالها. نوهوا بهم وتمنوا المجهودات وصادقوا على الحسابات ديال الوكاله بالاجماع. يعني والحمد لله يعني حنايا هنايا لخدمه الصالح العام، وسنستمر ان شاء الله وما غنوفروا ادنى مجهود باش ان شاء الله نكملوا في نفس الطريق اللي رسموه الناس اللي قبل منا ونمشيو للامام ان شاء الله بتقدم وازدهار. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، جزاك الله خيركم.